سريع. صيحة صباحية على السريع. نحكي على الأملاح ممكن. هذا الموضوع كتير حكينا. الأملاح يعني أخطر إشي ممكن أنتوا تحطوه بحياتكم اليومية. لا تخلوا الأكل مالح. دائما رشوا ملح على الأكل. لأن الأملاح أكتر إشي بتحب السوائل بالجسم. بتخليكم هيك زي المنفوشين نفش. نفسي أنا. نفسي أنا. زي زوزو كانت هيك. والله بطلنا. يعني زوزو الحمد لله صارنا كم يوم بنت سنين كثير مبسوط الحمد لله. فالاملاح ما يكتروا يشربوا مي كثير ووقفوا ملح. خففوا املاح واشربوا مي عشان تحسوا بفرق بجسمكم خلال اسبوع. هاي نصيحه كثير. قد ايه يعني مقدار المي يشربوا باليوم؟ يعني اقل شيء 3 لتر. 3 لتر. اقل شيء 3 لتر. اوكي انا امبارح شارب 4 لتر. اسمه قبل الاكل وبعد الاكل وقبل النوم ومي الصبح دافيه ولا بارده. قالوا بعد الاكل قال المي بتطلع كرش. في منه هذا الحكي؟ بقول لك الاكل بنفش. شو سفنجه ما حينفش. ما في منه هذا الحكي. هاي كلها خرافات. فيش فرق بين المي البارده والمي السخنه. بقول لك الصبح بشرب سلاب مي سخنه عشان انحف حالي. هذا فيش منه. المي البارده المي السخنه المي قبل التمرين بعد التمرين قبل الاكل بعد الاكل قبل النوم وانت نايم بس تصحى اشرب مي. كله مي. كله مي. فيش فرق فيها جد. هاي معلومه لازم تعرف فيها. المي انواعها جدا بس اشرب مي وخففوا املاح وظبطوا اكلكم. اسمعوا نصايحنا استفيدوا. ثانك يو كوتش. عادي ان هلا خلصت شغل؟ عادي ان هلا طلعت من المكتب؟ عادي قد ايش جوعانه؟ شو بدنا ناكل؟ مندي. مندي؟ ايوه مندي. ايوه كذا. ايوه اقول لك كذا. يا لبى يا لبى يا لبى يا لبى قلوب السعوديين. يا لبى بنات السعودية. يا لبى. صباح الخير يا حلوين. صباح الخير. على قولة سحسوح يبعت لي حمى سحس مريضي علي. مريضة من بارح بعت لي حمى عليها. حبيت أصبح عليكم وقلكم نهاركم فل ونهاركم عسل. نهاركم كل إشي حلو بالحياة. يا رب تقضوه نشاط وحيوية. ولا تنسوا 7 دقايق قبل ما تطلعوا من البيت حطوا سان بلوك على بشرتكم تمام وتجددوا. يعني مثلا حطيتي سان بلوك الساعة 9 الساعة 3 مثلا إذا كنتي الشغل الساعة 3 خدي معك الفيم قبل ما تطلعي من الشغل ارجع جددي السان بلوك تاعك عشان بدك ترجع مرة تانية عشان حاولوا جددوه مرتين باليوم السان بلوك. أنا بجدد طبعا السان بلوك كتير مهم والسيروم كمان سيروم كتير مهم. بدي أعيد اليوم على كل حدا صادف ميلاده. بقول لكم كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله يا رب كل أحلامكم الحلوة تتحقق. طريق إلى النادي لأنه خلاص أنا بلتزم إنه كل يوم أروح ولأني كمان بنفس الوقت عملت فحوصات قبل فترة قبل أسبوعين طلع عندي الأملاح بجسمي مرتفعة كتير. ما بنزل الأملاح إلا المي كتير. عم بشرب مي كتير طريقة مش طبيعية. المي والمشي للرياضة وعم باخد supplement water out بيطلع المي من الجسم ولكن بنفس الوقت لازم يتعوض بمي. فالووتر اوت هذا بده مي كتير وبده رياضة وبده كل شيء حتى الأملاح عندي تنزل في جسمي. إنه أنا من الأشخاص اللي كتير باكل من السبايا. انا كتير باكل ملح وطبعا من وقت ما تحليلي طلع انه في عندي كتير املاح بجسمي غصبا عني وقفت كل الاملاح بطلت اكل حتى مكسرات فيها ملح بطلت اكل. وعلى فكره الاملاح بتخزن بالجسم مي فحتى لو انت كان وزنك قليل بيعطي وزن زايد سوائل يعني مي بالجسم يعني بينفخ. فكمان هدول من احد العوامل اللي انا
تنفخت منهم اللي هو الأملاح بجسمي عالي كتير. و يعني بس عارفه من وقت ما بلشت أخذ الووتر أوت حسيت على يعني على شكل جسمي بلش يكش الورم عندي، يعني النفخان تنفيخ بلش يكش. حتى تخيلوا أصابع إيدي في كتير خواتم كنت أحطها، في كتير مثلا خواتم كنت أحطها هون هذا الأصبع بطلت تفوت، صرت أحطها هون. هذا يدل قديش أنا جسمي معبي مي معبي نفخ. فبس إلي لأسبوع عم باخذ الووتر آوت، وصراحة بلشت أحس إنه بلش هيك جسمي. صاحبتي روشة الله يسعدها جبت لي إياها من دبي. وبس يا عمري يا حياة قلبي، إيش مالك إيش مالك، امشي امشي يا بي ماشي ومعجوق وجنبي وبحكي تليفون وبتطلع علي وورا مليون سيارة. خلاص امشي، بديش أطلع عليك، أنا ما بدي أطلع عليك. وكمان تطلع غصب هون عنا، بديش أطلع عليك أنا يعني. شو هيدا؟